اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في منوعات مع رشا. لو اول مره تشوفوا القناه لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه كده معايا فرختين غسلهم حلو وشايله كده الجلد عن اللحم علشان وانا بحشيهم اعرف احشيهم كويس، والمكان اللي بين الوراك ده بتبداي تشيلي منه الحاجات اللي بتبقى موجوده، ده كل ده بيساعدك على ريحه الفرخه تكون حلوه، والمكان ده بشيل منه الزفاره. اهم حاجه عاوزه نتيجة كويسة طعم حلو وريحة حلوة في الفراخ بتاعتك، اغسليها كويس ونقعيها. النقع بتاعي حاطة فيه ليمون وملح مش اكتر من كده، ممكن تحطي حاجات كتيرة في، ممكن تحطي طماطم، ممكن تحطي طحينة كمان، لكن انت لو غسلتيها كويس وسبتيها حوالي نص ساعة او يعني على قد ما بتقدري تطولي في ان انت تسيبيها في المحلول ده، هتلاقي ريحة الزفارة بتاعتها راحت خالص. فأهم حاجة في نجاح الفراخ بتاعتك تلاقي نتيجة كويسة وريحة كويسة وطعم كويس وانت بتاكليها، تغسليها كويس وتسيبيها في المحلول بتاعك يعني مش اقل من نص ساعة ربع ساعة، يعني اقل حاجة تكون ربع ساعة. دي اول حاجة في نظافة الفراخ. وبعد كده نسمي الله وندخل على الوصفة بتاعتنا، وما تنسيش اللايك وتسيبي لي كومنت حلو منك. هعمل التتبيلة بتاعتها معايا طماطمية واحدة وبصلاية واحدة وقرن فلفل واحد وكمان فصين ثوم. هحط عليهم البهارات بتاعتي فلفل اسمر ملح وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا، هي دي البهارات اللي انا حطيتها وبهارات كمان فراخ. هتحطيها هم دول بس كده اللي حطيتهم، وكمان ليمونية هعصرها عليها، وفي معايا صلصة هحط معلقة صلصة بس مش هحطها دلوقتي. هاخد الحاجات اللي انا عملتها دي كلها كده وهروح على الخلاط وهضربهم في الخلاط بربع كوباية مية. الطماطمايه والبصلايه والفلفلايه والفصين توم دول هيعملوا لك تتبيله للفرختين. استني بس كده هتشوفي احلى تتبيله وهتطلع معاكي احلى فراخ مشويه، هتجربيها بالطريقه دي مش هتندمي ومش هتبطلي تعمليها كده خالص. كده خلاص دول المكونات، والبابريكا كمان حطيتها دلوقتي وضربتهم زي ما انت شايفاهم كده بربع كوبايه ميه، ومعايا كمان صويا صوص. بصي الصويا صوص ده مش غالي، يعني انت ممكن تجيبي الازازه تقعد معاكي كتير قوي، فانت هتي يعني بيدي طعم حلو قوي للحاجه اللي بتتشوى، التتبيله بتخليها حلوه، هو مش غالي ولا حاجه، فانت هتجيبيها تقعد عندك كتير. هاتي الازازه، لكن لو مش عندك مفيش مشكله، او المكان اللي انت قاعده فيه مفيهوش صويا صوص مش يعني مفيش اشكال خالص، بس بيضيف نكهه حلوه قوي لاي تتبيله او اي حاجه بتشويها. فحطيت حوالي معلقتين او 3 معالق من الصويا صوص وكمان معلقه كبيره من الصلصه زي ما قلت لكم، هقلبهم كويس زي ما انت شايفه كده، ما حطيتش ولا نقطه زيت، يعني كده قدامك اهو ما حطيتش ولا زيت. فراخ مشويه وصحيه، ممكن لو انت بتعملي دايت هتاكلي منها يعني براحتك، كل زي ما انت عاوزه، مش ضاره خالص وطعمها كمان حلو. هي الدهنه اللي فيها او الدهون اللي فيها بتسيح وبتستوي مع التتبيله اللي انت بتحطيها، وهتديكي طعم وشكل حلو قوي. تمسكي بقى الفرخه بتاعتك تحت الجلد وفوق الجلد وتحطي عليها من الخليط اللي انت عملتيه ده كويس قوي زي ما بعمل كده. شوفي تحت الجلد قلت لك افتحيه ازاي علشان تحطي من التتبيله بتاعتك فيه، اللحم نفسه بيشرب من التتبيله بيديكي طعم حلو، لكن مش بحط في الفرخه من جوه، يعني لو واخده بالك الفرخه من جوه مش بحط فيها تتبيله علشان انا هحشيها فريخ، فالخلطه بتاعت الرز مش محتاجه ان احط لها التتبيله دي، فحطي من بره زي ما انت عاوزه وتحت الجلد كده، المهم ان انت تشربيها من التتبيله كويس قوي. وهسيبها لحد ما احضر الرز. كنت عامله شويه رز اللي كنت حاشيه بيها الفراخ، طعم وريحه فظيعه، شوفي شكلهم اساسا كده يعني فعلا شكلهم كان حلو وطعمهم كمان كان حلو. خلاص كده الفراخ بتاعتي خلصت منها، هسيبها بقى تتبل وتشرب كده من التتبيله كويس، ومعايا كمان بصله، بصلة واحدة، هي بصلة واحدة كفاية على كمية الرز اللي انا هعملها، طبعا على حسب الكمية اللي انت بتعمليها ممكن تعملي اكتر فهتزودي. حطيت معلقة سمنة وكمان البصلية قطعتها ناعم قوي، على قد ما تقدري تنعميها نعميها، مش هحمرها ولا حاجة، هخليها تدبل بس، وبعد كده هنزل بالقوانص، غسل القوانص طبعا ومقطعاه قطع صغيرة، فحط القوانص الاول لونها بس يتغير، وبعد كده هنزل كمان بالكبد، وهحط بقى
كده البهارات بتاعتي، دي الكبد والقوانص بتوع الفرختين بس مش اكتر، قطعتهم قطع صغيرة كده، هشوحهم وهنزل بالبهارات بتاعتي معايا، البهارات فلفل اسمر وكزبرة ناشفة وكمون وكمان قرفة، القرفة يعني على قد ما تقدري كتري في القرفة كتري، وهحط ملح وهحط كمان بابريكا، هقلبهم بس كده مع بعض، المكونات كلها تختلط مع بعض، وهكون غسله الرز بتاعي وهبدا انزله عليه وهشوحه قبل ما احط الميه، وعندي الميه مغليه في الكتل هحط عليه، هتاكلي شويه رز يعني بصراحه كان طعمهم حلو قوي. ببقى عامله حسابي ان اخلي شويه رز زياده من الفراخ اللي بحشيهم علشان احطهم في السرفيز وانا بقدمهم كده، بيكون شكلهم حلو، كمان كان طعمهم يعني بصي حاجه كده حلوه، شكل وطعم ولون وريحه، وهم على النار كان ريحتهم حلوين، هحطهم واشوحهم، ما تخافيش خالص وانتي بتشوحيهم مش هيجرى اي حاجة، خلي الرز كمان يشرب من التتبيلة ولونهم بس كده يندمج مع بعض، هنزل بالمية المغلية، مش هتحطي طبعا مش هيستوي سوا كامل، هتسويه نص سوا، هتغطي بس المية، هوريكي دلوقتي المعيار بتاع المية قد ايه، يعني هتفضلي تقلبي كده لحد ما تلاقي لون الرز بتاعك اتغير، بيدي طعم حلو وبيبقى مفلفل، عمره ما هيعجن منك لو عملتي الخطوة دي، الخطوة دي بتساعد ان الرز بتاعك يبقى مفلفل كده وحلو. بس كده خلاص اندمج، هنزل بيه بالمية السخنة، هو ده المعيار يعني، بصي المية كده يدوبك تكون مسوية بالرز بتاعك، مش هتعلي عليه النار قوي، وبعد كده هتوطي عليه يتشرب شوية وخلاص، الرز هيكون كده جاهز، هاخد اللي هاخده للفراخ والباقي اللي هيكون موجود هزود المعيار بتاعه وهكمل سواه على النار كده، خلاص الرز بتاعي استوي، هسيبه بس كده يبرد، هتهويه شوية علشان يبرد معاكي، والفراخ بتاعتي بقت مظبوطة وشربت من التتبيلة اللي كنت سايباها فيها، زي ما قلت لكم خطوة خطوة كده هتمشي بالتدريج وهتمشي بنظام، هتعملي الحاجة بتاعتك كويس وحلو وهتطلعي بنتيجة كويسة ومش هتاخدي وقت. هبدأ كده احشي الفراخ، هحشيها من جوه، عاوزه تحشيها من بين الوراك براحتك، بس بخاف يعني اخاف اعمل الحركه دي لو انت عندك ضيف او حاجه لان ممكن تفرقع، لكن احشي الفرخه من جوه زي ما انت عاوزه، والفراخ مستويه وهتكمل سواها ما تقلقيش خالص، وكمان من قدام من عند الرقبه كده الحته دي يعني، وانا بجيب الفراخ بخلي الراجل اللي بينضفها بقول له ان انا هحشيها علشان ما يبوظهاش تكون موجوده، هتحشيها كمان دي يعني انا بصي بموت فيها، بيبقى فعلا طعمها حلو قوي، بحشيها كمان زي ما انت شايفه كده، حشيتها وكده خلاص الفراخ بتاعتي حشيتها وكمان كتفتها، وبعد كده بقى معايا الاكياس الحراري دي، حاجه عبقريه يعني حلوه قوي، مش خساره فيها ان انت فعلا تشتريها وتخليها موجوده عندك في البيت، الفراخ كانت مخليه يعني الاكياس دي مخليه العظم بتاع الفرخه دايب دوب، والسوى بتاع الفرخه كان حلو قوي، هاتيها وجربي بالكياس الحراري دي في اي مكان بتتباع، في فتح الله، في اي هايبر كبير، في محلات بتبقى يعني جنبنا كده بتبيع الكياس والحاجات المعلبة دي بتكون موجودة عندها، هتلاقيها يعني في اي مكان ان شاء الله هتلاقيها، جميلة قوي في السوا بتاعت الفراخ، خلت اللون بتاعها احمر وحلو من غير ما اولع الشواية، يعني انا كده ما ولعتش الشواية خالص، وهتشوف اللون كان عامل ازاي، فانتي بعد ما تحشيها كده خلاص الفرخة التانية كمان هحشيها واحطها في الكيس زي ما انتي شفتي. بعد كده الخلطة اللي اتبقت حطيتها يعني بصي ما فيش في الصينية اي خلطة، كلها عبيتها في الكيسة، وكمان الكياس الحراري بتيجي معاها السلكة الصغيرة دي هتبدأي تربطي بيها كده، خلاص هتربطيها على طول وهتعملي فتحة للكياس علشان ما تفرقعش منك. بعد كده في مية بتكون مغلية طبعا، هحط حوالي كوباية مية في القاع بتاع الصينية، وكنت مولعة الفرن، هولع الفرن من تحت بس مش هولع الشواية خالص، يعني انت هتحطيها في القاع بتاع الفرن بتاعك في على الصينية بتاعت الفرن مش على الشبكة، وهتولعي الفرن وهتعليه على الدرجة العالية خالص نص سوى الفراخ، وهتبدأي توطيها نص توطية يعني مش هتوطيها قوي، نص الدرجة بالظبط، انت اول ما تحطيها هتحطيها على النار العالية خالص، وبعد كده هتوطي عليها، بصي عملت لها فتحة علشان ما تفرقعش مني، وان شاء الله تستوي على طول من غير ما تولعي الشواية من فوق. والرز اللي اتبقى سويته زي ما قلت
لكم وهحطه في القاع بتاع السيرفيس اللي انتي بتقدمي فيه علشان تقدمي الفراخ، بيكون شكلها كمان حلو قوي كده. دي افكار لو عندك عزومة، حاجة سريعة مش هتتعبي وتطلعي وتقعدي تحمري ووجع القلب ده كله. بصي الفراخ حمرة ازاي من غير ما اولع الشواية خالص، كانت حمرة من فوق ومن تحت ومن الجناب زي ما انت شايفاها بالظبط، كانت حلوة قوي. والرز كمان كان مستوي وكانت دايبة دوب، ده بقولك كمان العظم كان دايب. بصي الفرخة مش عاوزة بس ابوظها، لكن اللحم بتاعها كان مستوي، كانت حلوة. هتقضي بها يومك، هتعملي شوية ملوخية حلوين زي اللي انت شايفاهم، خضرة ازاي، ملوخية خضرة مقطفاها وغسلاها ومخرطاها بالمخرطة، هي دي الملوخية اللي بحبها. السمك بتاعها كان حلو ولونها كان اخضر ازاي. الطريقة حلوة، ممكن تعمليها في اي عزومة عندك، لو عندك عزومة تعمليها بقلب جامد. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسونش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. طريقة المحشي هنزلها لكم في الفيديو الجاي، ما رضيتش اطول عليكم الفيديو، عملت الفراخ لوحدها والمحشي اعمله لكم لوحده. لو الفيديو عجبك ما تنسينيش باللايك، مع ألف سلامة.